كيجي مول خالد يهددنا علاش الجلسه اللي كانت خاطئه اليوم ديالك تاجلات المناقشات النيابه العامه. انا كنشكروا القضاء كنشكروا القضاء الله يرحم الوالدين. حنا معترفين بالقضاء واللي دارها لينا الله والقضاء حنا فرحانين بها ومرحبا والف مرحبا. ولكن حنايا نهار كامل حنا كنضلوا هنا ويجي واحد يهدك علاش علاش قولوا لي غير علاش فهموني علاش سبب التهديد اللي قال لك الرئيس والله لا بقاش فيك علاش يقول والله انا خاطر فيكم وسينور ديالي ضربو الكذوب عباد الله اشنو هي هذه كتسمى اش كتسمى هادشي هذا واش هادشي ماشي ظلم ماشي ظلم عباد الله حنا مظلومين حنا راه اصل الميتين حنا واقفين حنا راه ميتين حنا واقفين واخدنا المشكله ولا عارفه العالم كله ولا عارفه شنو عندنا المشكل عيينا ما نهضروا في هذا المشكل طلع لنا في الراس.